في عالم باهت وأحادي اللون صارت هي كل الألوان. كلمات لا تصدر إلا عن أديبة، الأديبة الكبيرة اللي أنا بعتبرها في لغتها الحقيقة كبيرة، ريم بسيوني. وريم بسيوني لعشاق القراءة أعتقد اللي استمتعوا على مدى يعني كم سنة أو سنوات الماضية باللغة اللي بتكتب بيها ريم بسيوني. ريم بسيوني لما بتكتب بتحس، بالذات في الثلاثية بتاعتها أولاد الناس، بتحس إنها بتكتب بفخر. ولما تتحدث حتى عن مصر قديما أو تاريخا تحس إن هي بتخلي الشخوص اللي هي بتتحدث باسمهم يتحدثون كده بفخر له عمق وله قيمه. ولما تقرا ثلاثيه اولاد الناس تشعر تماما باللي انا بقوله. اولا تحس ان انت يا ريت انا كنت في هذا التاريخ. وريم بسيوني كمان تقدر جدا البطلات من النساء وتديهم قيمتهم وتديهم وضعهم، وتقدم المرأة المصرية بشكل فيه من القوة، يعني حتى في القوة في الحب، القوة في العطاء، القوة في وجودها، القوة في إنها تسند اللي قدامها، والقوة أيضا في إن هي لا تستسلم أبدا يعني أمام كرامتها. ريم بسيوني يمكن من الأديبات اللي لما تقرأ لها تحس إن أنت الكتاب بيجري، يعني ما تلحقش وتبقاش عارف تسيب يعني الكتاب بتاعها، رغم ان كتبها بالذات ثلاثيه اولاد الناس عميقه وكبيره، بس لا تشعر وتحس ان انت عايز تشوف الشخوص بتاعها راحوا لفين. فازت الاديبه الدكتوره ريم بسيوني بجائزه الدوله في التفوق فرع الاداب لعام 2022. واعتمد الحقيقة المجلس الأعلى للثقافة أسماء الفائزين في جائزة الدولة للتفوق لعام 2022، وده كان من خلال اجتماع السنوي رقم 67 واللي كان بيقام الحقيقة بمقر المجلس. أنا سعيدة بهذا الفوز، وخليني أقول تاني في عالم أحادي وباهت الألوان كانت هي كل الألوان الأديبة ريم بسيوني. مساء الخير. أهلا بحضرتك، سعيده جدا بالمقدمه الرائعه دي، مش عارفه اقول ايه بعدها. يعني انت عارفه ان انا يعني بحب كتاباتك وبعشق كل اللي بتكتبيه. ربنا يخليكي، حضرتك قارئه عميقه وقريتي كل حاجه، وطبعا الوقت اللي اخترتيه دلوقتي من الدكتوره هناء يدل طبعا انا حاسه ان هو لايق عليكي اصلا. يعني انت الحقيقه يعني انت كل الالوان، لانه الحقيقه الالوان الادبيه اللي انت بتكتبيها كمان فيها هذا التنوع، يعني فيها تنوع كبير، يعني حتى القارئ بالنسبه لك مش هيصدق انه اللي بتكتب يعني في الموضوع ده ممكن تكتب في الموضوع ده. فاعتقد التنوع ده كان موجود، وانا سعيده بجائزه التفوق لانها تليق بما تكتبين. يا رب يخليكي، مشكي جدا جدا، انا سعيده جدا بكلامك الحلو، وبجد اتمنى اهم حاجه ان انا افضل عند حسن الخارق. يعني دي جايزه طبعا شرف كبير جدا، انها جايزه من الدوله المصريه طبعا، فدي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي قوي. فانا كل اللي اتمناه ان انا افضل عند حسن ظن الخارق، وطبعا حاسه بمسؤوليه اكبر وخوف اكتر ولازم الواحد يركز اكتر في اي حاجه بيطلعها ويطلعها باخلاص وصدق. طيب يعني عايزة أعرف يعني أنت مشغولة بإيه الأيام دي؟ هل في شيء إن شاء الله يعني حنراه قريبا وحنقرأ حاجة جديدة؟ هو أنا الحقيقة كنت يعني انتهيت من حاجة من كذا شهر، وإن شاء الله هتطلع قريب بإذن الله، يعني رواية إن شاء الله. بس حاليا بقى لسه بقى فترة كده من القراءة واستيعاب الأحداث، لكن كنت انتهيت من عمل برضو خد مني وقت طويل. طيب انا عايزه ارجع تاني واكلمك، يعني يمكن طبعا انا قريت لك حاجات كتير جدا، لكن في سبيل الغارق يعني انا عارفه ان الروايه دي حتى من اسمها يعني انت شديتي الناس يقروا فيها، وكنت بتكلمي فيها يعني الحقيقه بتفاصيل عن تعليم البنات. ده حقيقي، ده حقيقي فعلا. يعني كلميني ايه اللي شدك يعني ان انت تتكلمي عن ده؟ ولا انت دايما عندك، انا بشوف ان دايما عندك المراه ليها وضعها في كتاباتك، يعني ما بتحبيش المرأة الضعيفة، بتحبيها قوية وبتحبيها كمان يعني محفزة، يعني ليها وجود دايما. يعني حتى المرأة البسيطة اللي هي بتبقى بسيطة عندك ما هياش بسيطة برضو، هي دايما المرأة ليها وجود قوي. يعني فعلا عندك حق جدا. بالنسبة لرواية سبيل غارق، شخصية جليلة
بالنسبه لي مهمه جدا، لان شخصيه جليله هي المفروض اول بنت مصريه تخش مدرسه وتتعلم. احنا متخيلين التعليم ده حاجه سهله، ودلوقتي كلنا بنخش المدارس وعارفه وبنروح عادي وممكن ناخد ماجستير ودكتوراه، لكن في وقت ما كان واحده لازم تدفع الثمن ان هي قررت انها تتعلم. يعني لما مثلا نشوف ان كل الامهات وكل العائلات المصريه كانت رافضه تودي بناتها المدارس، فاضطرت زوجه الخديوي تبعت الجواري البيت بتوعها المدارس، لان البنات مش يعني الاهل مش راضيين ان بناتهم يروحوا مدرسه. فده كان اول مثلا حاجه بنشوفها. طبعا فجليله دفعت الثمن زي ما دفعت برضه الثمن نبويه موسى بعدها، ودفعت ثمن بنات كتير جدا، من طبعا طريقه المعامله اللي مش حلوه، من التخوين، من ان هي ما تتجوزش مثلا، او ان هي تتعامل معامله وحشه، او يبقى في تنمر شديد ليها. فكل الحاجات دي تعتبر دفع ثمن يعني للتعليم. فكان بالنسبه لي ان انا اتكلم على تعليم المراه حاجه مهمه جدا طبعا، عشان ابين ان احنا نقدر نعيش زي ما احنا دلوقتي بسهوله. التعليم اللي احنا يعني نتعلم بسهوله جدا ده ما كانش حاجه سهله، ده كان محتاج مننا يعني صراع كبير جدا ومعركه قامت بيها اولا واخيرا المراه المصريه. يعني هي المراه المصريه بتكافح طول الوقت، حتى من ايام المماليك. أيوة. يعني من كتاباتك. أيوة. من ايام المماليك والمراه المصريه بتكافح طول الوقت. طيب انا يعني اولا ببقى سعيده جدا لما بتكتبي عن التاريخ، لانه كتابتك عن التاريخ مش مجرد كتابه منفصله عن يعني بتكتبي عن التاريخ وبتحاولي كمان تبيني كيف كان المصريين وقت هذا التاريخ. يعني بيهمك قوي كانوا بيعملوا ايه، وكانوا يعني وصفك ليهم، وصفك للحال، وصفك للتاجر المصري، وصفك للبائع المصري، وصفك لحال المصريين دايما حال يعني في قوه. يعني وانا عارفه ان انت دايما بتحبي تنزلي الاماكن التاريخيه، تلتقي بالقراء يعني، وتقدمي الحاله الجميله دي. هل هنشوف برضو حاجه زي يعني ثلاثيه اولاد الناس قريبا بهذا الزخم العظيم يعني؟ ان شاء الله، اتمنى جدا، ودي اول مره يمكن اقولها يعني. ان شاء الله نشوف حاجه يعني قريبا، اتمنى طبعا انها تكون مختلفه وبتعالج مشاكل مختلفه. لكن انا المهم عندي جدا ان انا اتكلم على المصريين يعني المصريين العاديين في العصور المختلفه كانوا بيتعايشوا ازاي كانوا بيشوفوا مثلا تحديات الحروب، تحديات المشاكل الكبيره اللي كانت موجوده، تحديات غزو مثلا بيحصل عليهم زي نجاتنا واولاد الناس. فكان هم بيتعاملوا ازاي، بيتصرفوا ازاي، المراه المصريه كانت بتتصرف ازاي، الرجل المصري كان بيتصرف ازاي، ايه هو موقفهم من الناس اللي بتيجي تعيش معاهم. هنلاقي ان المصريين طبعا بيحتووا اي غريب، بيمصروه تماما. دي برضو حاجه موجوده في المصري بالذات. صحيح. عن اي حد تاني في صحيح. الدنيا صحيح. ان هو مرحب جدا يعني. فكل ده بقى اتمنى ان انا يعني ابقى ماشيه في نفس الخط، واتمنى في نفس الوقت ان انا اقدم حاجه جديده. اكيد. ما عيدش نفسي واقدم فكره جديده، بس في نفس الوقت برضو تكون لسه بتعبر عن الهويه المصريه والشخصيه المصريه. أكيد. أنا متأكدة أن قلمك أساسا هو قلم مصري يعني جميل، ودايما ينقل كل ما هو جميل بعمق شديد وبفكر وبأدب وبلغة سلسة. تستحقين الجائزة صديقتي العزيزة، وإن شاء الله أحب أن احنا نلتقي مرة كده وتكوني معنا يعني في حلقات الصيف كده، ونحط الكتب والناس برضو اللي ما كانش عندها وقت يبقى عندهم وقت أكتر، وناخد وندي زي ما بتاخدي وتدي كده مع قرائك على السوشيال ميديا، ونعمل حالة كده بإذن الله. أتمنى جدا، وأي حاجة معاكي تبقى شرف كبير. أكيد. جدا الشرف جداً الشرف لينا. الأستاذة والأديبة ريم بسيوني الحائزة على جائزة الدولة للتفوق عام 2022، أنا بشكرك شكرا جزيلا.